هذا تميم ويحمل اسمها ما تمضر جده وجده النبي ينسب لعدنان جود على انه ولد حمد وحاكم قطر والنعم في ابوها الاول نعم في الثاني حكام دوله وساده في قديم العصر منهم الاحناف ومنهم الزبرجاني كل الخليج المسمى بدو ولا حضر تقول نعم ابن جاسم وابن ثاني مثبتين على اساس عزم حجر لين استلمها بعدهم درب الايماني تميم له من الاسم حظا وتم الامر مبروك قد المهمه يا كحلاني وخالها المسند السيف الحد بذي شهر مهندي والمهند حد شماني قبل الختام استميحك يا الامير ما دمت تقدر وهذا موقف إنساني محمد الذيب شاب بسجن دولة قطر ويرتجي عفوكم يا طير حوراني إن نتمنى لكم خير وحسن ومقر من دار أبو متعب وأخوه سلماني يقولها شاعر ما يتقي لا شعر شالح وشالح